وإذا استمرت المكابرة للواقع وقلة الحياء بالبعض الاستمرار على هذا الإنكار لم تكن حاجة لمناقشته، لأن الواقع الصارخ يكذبه بما فيه من مسيرات ومظاهرات شاملة لا تنقطع، وما تواجه به أساليب التعبير السلمية من ردود فعل عنيفة من السلطة وهجوم شرس على كل مظاهر الاحتجاج والتعبير عن المطالب الشعبية، ومداهمات لبيوت الآمنين تقتحم عليهم غرف نومهم وأخص حالاتهم الشخصية في الحمام أو في غرفة النوم. كل المشاكل الحقوقية إفراز طبيعي للمشكلة السياسية، للتهميش السياسي، للإقصاء السياسي، للاضطهاد السياسي، لدستور واجهه الرفض الشعبي قبل ولادته ويوم ولادته، وفرضته القوة على الواقع رغم الإرادة الشعبية، وظل رفضه قائما إلى اليوم. والحق السياسي هو أول حق للشعب في العلاقة بينهم وبين الحكومة، والحق الأساس الذي لا يسلم معه أي حق آخر من حقوقه مع سلبه، ولا يمكن أن يضمن استرداد الحقوق الأخرى المسلوبة في ظل استمرار سلب هذا الحق. الشعب الذي لا رأي له في دستور حكمه ولا القوانين التي تنظم حياته العامة، ولا تمثله سلطة نيابية منتخبة انتخابا حرا عادلا وتمارس صلاحياتها النيابية كاملة في ضوء قناعات شعبها المرتكزة إلى دينه وشريعته، وتقوم بدورها في الرقابة والمحاسبة وطرح الثقة ناظرة إلى مصلحته، الشعب المجرد من كل ذلك كيف يمكن له أن يحافظ على حقوقه ويحمي نفسه من انتهاكات السلطة المتفردة التي تملك القوة وتتحكم في الثروة وتشرع كما تشتهي وتهوى؟ ما لم يسلم هذا الحق السياسي فلا سلامة لأي حق من الحقوق، وما لم تحل المشكلة السياسية فلا حل لأي مشكلة من المشاكل. والحل الذي اعتمده الميثاق للمسألة السياسية هو أن الشعب مصدر جميع السلطات، وهذا التعبير تعبير مبين صريح غير قابل للتأويل، ولكن على المستوى العملي لم يعط شيء من معناه الصريح، وقد عطلته مصلحة السياسية للسلطة بالكامل. وكل الشعوب العربية اليوم متوجهة لاسترداد حقها السياسي، ومن لم يرتفع صوته مجلجلا من هذه الشعوب بالمطلب السياسي مثل ظروفه الخاصة، هو في طريقه لأن يوصل صوته إلى كل العالم بهذا المطلب. وأي دائرة إقليمية ومن لم يرتفع صوته مجلجلا من هذه الشعوب بالمطلب السياسي مبكرا لظروفه الخاصة، هو في طريقه لأن يوصل صوته إلى كل العالم بهذا المطلب. وأي دائرة إقليمية تحسب حكوماتها أنها معفية من المطالبة بهذا الاستحقاق الشعبي فهي واهمة جدا، ولا بد للصمت أن يخترق، وللقيد أن ينكسر، وللحق أن يعلو، وللشعوب أن تنتصر. كل الشعوب التي عاشت الحراك الثوري والسياسي لم يتراجع أحدها، والشعوب الأخرى في تتابع في لحاقها بهذا الحراك لتزيد من قوته وفاعليته وتصاعد من فورانه وتأثيره.
صار المطلب السياسي يملأ واعية هذه الشعوب ومنها شعب البحرين، ويمثل همها وحاجتها العملية، ويملك عليها شعورها، ولم يعد خاطرة عابرة وحلما مما يداعب الخيال، وهو بذلك أقوى من أن يشهد تراجعا أو يلتف عليه أو تشغل عنه الدعايات والاختلاقات والمغالطات أو تصرف عنه المسرحيات والترهات. وجماهير أمتنا اليوم على فطنة تامة بالأهداف الخبيثة لأي حرب تشن على أي بلد من بلدان هذه الأمة. وكل جماهير الصحوة الإسلامية في طول البلاد الإسلامية وعرضها فكل جماهير الصحوة الإسلامية في طول البلاد الإسلامية وعرضها ترى أن أي حرب تشنها قوة عدوانية على أي قطر من أقطار هذه الأمة هي حرب على الأمة كلها، وتعني الأمة بكاملها، ورفضها لها على حد رفضها لضربها هي ولتهديم منازلها على رؤوس أبنائها.